السلام عليكم خواتاتي خياتي، اليوم ندير لكم طبق تقليدي قديم في الجزائر، وهو اسمه البلبول. يجي بالطعام مفتول، ها عندنا بول طعام مفتول، عندنا لاشابليغ اللي هو الخبز الملحي، وعندنا خبز بايت مقطع صغير هكا، وعندنا الزعتر رحيناه اللي هو الزعتر هذا الزعتر البري، نرحيوه يولي هكذا ونقدموه في او الزعتر مفيد للصحة وكامل، ونقدموه ويجي طبق رائع. نبدأ على بركة الله، ناخذ بول هكا تاع طعام اللي هو الكسكس، وعلى حسب الافراد العائلة راح يزيدوا الكمية. نزيدو قليل من الزيت، منسقناش هكذا، والآن شمخوه بالماء خواتاتي هكذا. نعرفو كامل نساء المغرب العربي، نعرفوا طعام المغاربة والتوانسة والجزائريين هكذا. نشوفو خواتاتي، وبعد نخليوه ينشف ونوريكم كيفاه نكملو. شوفو خواتاتي، ها درنا له الزيت والماء، برك الزيت والماء، ها هو خليناه يشرب هذاك الماء، ها هو نشف لنا. وبعد خواتاتي واش نديرولو؟ ناخذ الخبز تاعنا هذاك البايت، ماشي جديد، البايت قطعناه صغير هكا ومبتدي هكذا مربعات صغيره، نخلطوه مع الخبز تاعنا هكذا. هذه وصفه رائعه، جربوها راكم ما تندموش، وصفه من قديم الزمان في وسط الجزائر يديروها مليحه. بعد كي باش ناخذو نخلطوها مع هذاك الطعام اللي هو الكسكس في المغرب وفي تونس، كل واحد واش يعيط له. خلطوها مليح مع هذاك الطعام هاي خواتاتي. من بعد ناخذ الكسكس تاعنا، نديروها في الكسكس هكذا كما راكم تشوفوا. شوفوا خواتاتي هكذا، خلطنا هذاك الخبز البايت مع الطعام، نحطوه فوق النار، نحطوه يفور، نحطوه يفور هنا، نغطيوه وكي يفور نوريكم كيف نكمل الوصفة. شوفوا خواتاتي هنا فورناه، هاو شوفوا فورناه طعام مع الكسكس مع هذاك الخبز البايت. بعد واش نديرو؟ ناخذو قليل من الخبز اليابس اللي رحيناه اللي هو لا شابليغ اون فرونسي، ناخذو قليل منه نزيدوه هكذا للطبقة تاعنا. ونخلطو خواتاتي، لازم الكسكس يتخلط باليد هكذا راكم تشوفوا هكذا، خلطوا كلش كسكس مع هذاك خبز بايت مع الوسمو، ونزيدوا له قليل من الزيت مرة ثانية، قليل برك، قليل من الملح هكذا كمية قليلة، ونعاودو نخلطو. دخلنا هذاك الزيت مع الطعام مع لاشابليغ هكذا، نخلطو كلش ونشمخوه بالماء كيما نشمو ونشمخو الطعام تاعنا هكذا خواتاتي. هكذا
نشمخوه مليح، شوفوا حتى يولي مشمخ، تحسوه طري. واش هذه المره الثانيه نخليوه ينشف لنا ونحطوه يفور. المره الثانيه نحطوه يفور في القدره تاعنا، ومن بعد نوري لكم التويره الثالثه كي يتشمخ وينشف، نوري لكم كيف نديروا له الزعتر ونعاودوا نفوروه. شوفوا خواتاتي ها هو يشمخناه، انا هذاك الخبز ودنا له شويه زيت مره ثانيه، ها هو او عاود نشفنا هذه المره الثانيه، ناخذ الزعتر تاعنا راهو مفيد للصحه وطبق صحي. شوف ناخذ هذاك الزعتر نبداو ناخذ شويه كميه هكذا ونخلطوه معاه هكذا خواتاتي. هاي ريحة شهي تاعو، ريحة الزعتر راهي ريحته قوية. نصابكم معايا نحط لكم جهدكم في الجنة هكذا، نزيدو له كمية صغيرة هكذا خواتاتي. ندخلو مليح هذاك الزعتر مع الخبز مع الطعام، راهو كلش مفيد، جربوه راكم متندموش عليه، طبق تاع زمان ومفيد هكذا خواتاتي. ونحطوه يفور مرة ثالثة، نحطوه يفور ومن بعد ندهنوه ونوريه لكم كيفاه نشبعوه. ها هو الطبقة تاعنا، الطبقة تاعنا تاع البلبول، ومعاه نشربو اللبن. وش نهي في الوصفة نديرولو؟ نديرو قليل من السكر، نديرلو السكر فوقو هكذا هكذا خواتاتي كما راكم تشوفو، وتاكلوه طبق رائع، طبق تقليدي تاع زمان تاع وسط الجزائر. وجربوه راكم متندموش عليه خواتاتي، وبقاو على خير، بقاو على خير وبسلامة، وفعلوا الجرس خواتاتي وديروا اللايك، وديروا اللايك ومعاه اللبن ان شاء الله تشربوه، وبقاو على خير وبسلامة وصحتكم صحتي، وان شاء الله نتلاقاو في فرصة اخرى ان شاء الله، نديكم في وصفات اخرى ان شاء الله قبل شهر رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحة، وبالسلامة عليكم.